الدكتورة نهد العشري وزيرة القوى العاملة. برحب بحضرتك معنا يا سيادة الوزيرة. أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة الوزيرة بقى قولي لي أنت شفتي إيه النهاردة، متابعتك للعمال على أرض الواقع بقى والشغل الميداني اللي بيحصل، إيه اللي لمستيه يعني من روح عند الناس، إيه اللي هم محتاجينه دلوقتي؟ الحقيقة أنا شفت عيد هناك، كنت سعيدة جدا جدا، ما عنديش فكرة المنظر هناك إزاي والروح هناك إزاي، مفيش حد واقف، مفيش حد حتى بيبص لنا وإحنا ماشيين، يعني ما عندوش وقت إن هو يبص يشوف مين اللي بيزوره، مفيش حد حتى طلب مننا إن هو يتصور معانا. حاجة كانت جميلة جدا، شغل على أعلى مستوى، شغل بجد، الحمد لله الحمد لله إن كان ليا الشرف النهاردة إني أنا أحضر أول ظهور للمية وتصورت جنبيها، وكنت سعيدة جدا جدا الحمد لله. كان وش القافلة بتاعتي كانت حلو، إن النهاردة احتفلنا بظهور أول مرة للمية في سينا في القناة الجديدة. الحمد لله نحن كنا رايحين لهم واخدين لهم مواد غذائية، وكنا واخدين لهم ده من الوزارة ولا في حاجة تطوعية؟ من الوزارة يا فندم، من الوزارة. أنا عندي وحدة العمالة غير المنتظمة 27 وحدة على مستوى المحافظات كلها، اشتركوا النهاردة اشتركوا امبارح وعملوا جمعوا فلوس منهم ونزلوا اشتروا اللي هي الجراكل البلاستيك الكبيرة قوي بتاعت المية، واشترينا مية واشترينا غذاء مكافة واشترينا عصاير وتيشيرتات وكابات. هم مش مرة وخلاص، لسه كنت هقول لحضرتك مش مرة وخلاص هتبقى شكل دوري لا ولا لا إيه؟ خالص ان شاء الله، ده احنا اتفقنا كمان ان احنا هنجيب حاجات تانية هننفذها لانها لازم تتفصل. هنعمل اللي هي زي الكاون اسمها البرافانات اللي هي متحركة دي، ودورات المياه المتحركة دي هنفصلها لأنها لازم تتفصل، فهنفصلها وهنجيبها بإذن الله ونطلع تاني ونوديها لهم لغاية هناك. عظيم، وهنتابع مع حضرتك. شكرا جزيلا دكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة.